الله يديك العافيه يا باشمهندس. الله يكرمك. هو احنا ليه يعني مش بنزرع الكمون والكمون يقولوا ارباحها عاليه خالص؟ ايوه بالفعل هي ارباحها عاليه بس المخاطره بتاعتها عاليه، يعني ممكن تخسر بسهوله في الكمون، فمن ارباح عاليه الى الخساره برضو عاليه. فمحتاج ظروف معينه. هو اول حاجه الارض تكون مناسبه لزراعه الكمون، مش كل الاراضي مناسبه لزراعه الكمون. لازم تكون ارض خفيفه صرفه كويس، ما فيهاش ممرضات احفان الجذور لان هو حساس جدا لاحفان الجذور، فاي ارض فيها مشاكل ما بتنفعش، اي ارض ثقيله ما بتنفعش، ارض صرفها مش كويس ما بتنفعش، مش كل الاراضي تصلح لزراعه الكمون. تاني حاجه الخبرات، الكمون زرع صعبه حساسه نقول للرطوبه والجو، فمحتاجه خبرات في زراعتها. وحاجه تانية الجو المناسب، الكمون الامراض الفطريه بتاثر فيه جامد، فالمناطق اللي فيها رطوبه عاليه تبقى فيها مشاكل، لكن هنا بالنسبه للصعيد هو الجو بتاعه جو كويس خالص، يعني احنا عندنا رطوبه قليله خالص هنا في الصعيد، فالجو الصعيد بالنسبه لزراعه الكمون مناسب. عشان كده اكبر المحافظات بتزرع كمون هي محافظه المنيا، وفيها خبرات حلوه يعني في زراعه الكمون. بالنسبه لنا احنا الخبرات قليله والارض المتاحه قليله، يعني الارض المتاحه قليله، وفي الاغلب بدي ايجارات، وانت مش متحدد، ما بتختارش الارض اللي انت بتاجرها، الارض المتاحه قدامك بتاخدها، كانت مناسبه او مش مناسبه لزراعه الكمون ما بتعرفش، فبتشتغل في الحاجات اللي انت شغال فيها وعندك خبرات فيها والكلام ده. يعني بالنسبه للباميه كل الاراضي صالحه لزراعه الباميه؟ لا مش كل الاراضي، بس مساحه يعني اكبر، اكثر اتساعا من الاختيارات، اكثر اتساعا من الكمون. الخيارات لزراعه الباميه اكثر اتساعا من الكمون. الكمون اراضي معينه يعني مخصوص خالص اللي هي ممكن تنجح فيها. طيب يعني انا شايفك هذه زرع الكمون وان كانت يعني مساحه بسيطه، يعني بجرب كل شويه بجرب عشان يعني ممكن يجي في يوم في الايام نخش في زراعه الكمون ان شاء الله. طيب يعني يا باشمهندس يعني احنا طب ليه مش بنغير مثلا زراعه الباميه؟ احنا يعني خلاص حتى اتشهرنا بزراعه الباميه، يعني دايما نزرع الباميه، نزرع الكرنب بانواعه، نزرع القرنبيط بانواعه، الباذنجان، يعني زراعات ثابته عندنا ما بنغيرهاش. ليه ما نخشش في المجالات الجديده دي زراعه الكمون؟ هو من احدى اسباب النجاح، من عوامل النجاح الاستمراريه، انك تستمر في المجال ده في اي مجال، يعني الاستمراريه في المجال ده ده من عوامل النجاح، لان فيبقى فيه تراكم خبرات، عندك تراكم خبرات، عندك ادوات، خبرات الناس اللي حواليك، البيئه اللي انت شغال فيها بتوفر لك، بيبقى فيها تراكم، يعني توفر الاحتياجات بتاعتك بتتوفر بتتوجد، بيبقى فيه بيتكون يعني سوق، بيتكون حاجات لوجستيه وخدميه للشغل اللي انت بتشتغله لما بيكتر، زي ما احنا عندنا الباميه. الباميه كان زمان ما كانش عندنا احنا سوق كرمنط، ما كانش، ما كرمنط كان زي اي بلد تاني كسوق، لكن مع الخبرات ومع الاستمراريه، مع خبرات، اصبح كرمنط سوق، كسوق كرمنط افضل سوق للباميه على مستوى الجمهوريه، افضل سوق للباميه على مستوى الجمهوريه كرمنط، واكبر تقدر تستقبل اكبر كميه باميه أرمنت، وبلد صغيرة. دي نتيجة الاستمرارية في هذا المجال، اتبنت عليه حاجات كتيرة، قلنا خبرات، أدوات، خدمات، سوق، الاستمرارية. فاحنا النهاردة نكلمك، أنا بزرع بامية، التجاوي اللي أنا بجيبها دي تجاوية وأنا عارفها وأفضلها وكذا وكذا وكذا، وعارف كل الأمور اللي أنا بشتغل عليها. فبالنسبه للواحد مستمر في الباميه احنا ننجح من اكثر من اي حد ثاني مبتدئ في الباميه، يعني اللي جديد في الباميه ما كسبش زي اللي هو قديم في الباميه. فالتجاوي دي قصه، زي الكمون ده برضو، هنا الكمون الناس بتزرع كمون عارف تجاويها، من تجاوي الكمون فيه ذكر وفيه نتايه والكلام ده، والذكر ده يعمل مشاكل عندك وقصه،
فهم عارفين القصه دي فبيعملوا تجويهم بنفسه. احنا ما عندناش، احنا اللي بنجي هنا بنشتري، احنا بنزرع كمون بنشتري من اي حد كمون، اي حد كده معدي نشتري منه كمون، واحنا وظروفنا بقى احنا وحظنا، ممكن ما تخدرش من اساسه. ده في فرق بقول لك اللي هو استمراريه في المجال والناس اللي هي صاحبه المجال يعني. فاحنا لما هنخش في المجال هنخش شويه شويه، ما نقدرش نخش نقول نستعفى يعني. وفي الوقت ما سيبش اروح اسيب على المويكه اللي هي معايا حلوه وناجحه وبتاع، واروح الكمون اروح افشل فيه. انا بقول لك هنا ثالث مره ازرع كمون، مرتين فاتت يعني ما نجحوش، وهنا بستمر بس بزرع حاجه بسيطه لغايه ما يعني دي تنجحها اخذ منها تجاويها مش عارف ايه الكلام ده كله. فالاستمراريه في المجال ده لي عامل من العوامل الكبيره المهمه. يعتبر من عوامل النجاح يعني. من اهم عوامل النجاح. البيئه كلها بتتكون يعني، تبقى يعني زي مثلا المنيا الناس كلها بتزرع كمون، عندي الدراسه اللي بتدرس الكمون. يعني ده يعني الكمون هو بيدق دق مثلا او كذا وكذا، كان دق ودق ومش عارف ايه، الدق ده احنا ما نعرفش فيه يعني مثلا. ما عندناش خبرات فيه مثلا. هما مثلا لغايه ما تحاولوا لغايه ما جابوا عرفوا يعملوا دراسه او يظبطوا الدراسه بحيث ان هي تدرس الكمون ما تضيعش الغله منهم. وصلوا لها، احنا ما عندناش دي. نتيجه تراكم الخبرات برضه. نتيجه خبرات الاستمراريه في المجال يعني. وزي ما انت شايف الكمون يعني. امتى زرعت الكمون ده بتاعك ده؟ والله الكمون احنا لما جيت اول ما جربته قال لك الزرع نص 10، زرعته في نص 10، ما نسبه الانبات ضعيفه جدا. رحت زرعته في نص 11 خضر تخضير زي ما انت شايف حلو خالص. جميل. فده برضو درجه الحراره والمناخ لها تاثير والخبره. يعني يختلف من مكان لمكان. يعني ممكن في المنيا يزرعوه في نص 10 ينجح. لكن هنا ما نجحش. هنا لا ما نفعش هنا في نص 11. ايوه. ده اللي مزروع في نص 10. اللي هو نص اكتوبر يعني. ايوه. بدا يجيب ثمار. ازهار وثمار. طب هو عمره ياخد في الارض كام يعني الكمون يعني؟ حوالي 3 شهور ونص او حاجه. حوالي 3 شهور ونص. يمكن 4 شهور حسب الجو يعني. وهكذا. وهنا برضه يعني كان انبات خفيف خالص اللي في شهر 10 زرعته ده. فاحنا عزقنا الارض ونظفناها وعزقنا ثاني ونظفنا. يعني هيحتاج خدمه كتير. محتاج خدمه كتيره. مكلف يعني. لو الارض فيها ظبط كتير يعني هيبقى في مشاكل يعني. ده اللي هو المرض ده؟ اللفح الناري. لفح الناري. عفان الجذور. بسبب عفان الجذور؟ لا الكلام ده هيبقى واضح لما يكبر شويه، لما يكبر تلقاه. نسبة كبيرة من يتشل. الموضوع صعب. طب يتفل يا ابو احمد الكمون ده يا اخي؟ يتفل يعني ده ولا لا؟ كل ما يكون خفيف احسن. يعني تطلع حبات زين. زي الشمار يعني. طب المره الكام النظافه دي نظفتوه قبل ده؟ الثالثه دي. ثالثه. يعني هتنظف كتير. على حسب الارض اللي فيها الزبط اللي في الارض عاد. ولازم يتنظف يدوي يا اخي. لازم. يعني تنفعش فيه طوريا ولا